السلام عليكم متابعينا في كل مكان. اليوم دي زاد نيوز متواجده بالحراش وبالتحديد في سانكوري مارشي سانكوري. ما كاش اللي ما يعرفوش من اجل وشنو موضوعنا هو اليوم، يتعلق بالاضحيه اللي دائما. وهنا السومه الخشينه، نشوفوا الاسعار شحال دير سومه. رانا مع موال مربي، قال لك من الموال المستهلك واسمه مانيني، يقدر معروف عنده شعبيه كبيره. يقول لنا اليوم المال علاش هو غالي، والدوزيام سلعه خشينه هذه وين توصل سومه؟ زبون لا كاين لا ما كاش، تتلقاو انتقادات؟ لا لا مال غالي، لاخاطش الماكله غاليه خويا، الماكله غاليه. الناس بوكلات وسبع شهور كلش بالدراهم، كلش شاي العام اللي فات كان يدير 280 300، هذا العام هو يدير 600. بارابور العام اللي فات وسنا ديفيرونس شحال وصلت؟ باينه ديفيرونس تاع مليون، مليون ونص، ديفوا حتى زوج ملايين ثلاث ملايين. بصح في كيفاش خارج خويا، خاطش كاين ديفوا هنايا في الحراش تلقاه كباش خارجين، تروح الدور الولايات كاع ما تلاقاش بهم. لا كاين سلعه ولا في الاحلام خويا. صح، اليوم انا نشوفوا عندك سلعه خشينه بزاف. عندي خشينه. الله يبارك. كاين اقبال من طرف الزبون سلعه خشينه؟ كاين اقبال. عندها ناس؟ عندها ناس تعبان. الحراش يقصدوه 48 ولايه تقص. جاونا عباد من وهران، جاونا من مصطيف. علاش جا؟ كيفاش خشان؟ خاطش كيدور هو في السوق تما ما يلقاهش. هادو سبيسيال عندهم بونيهم. صح مانيني، نسقسيك سؤال اليوم بالك الراي العام ولا نقولوا بالك الشعب الجزائري كاع يسقسي. شفنا في مقاطع في السوشيال ميديا ولا في التلفزيون كبش يدير 20 مليون 30 مليون، كاينه من هذه؟ كاين حبات خويا، ماشي ما كاش منهم بزاف، كاين حبات كباش هادو خارجين خارجين. وهذا 30 مليون واش فيه زعما اوبسيون؟ واش فيه حاجه؟ تلقاه كحال ابيض، تلقاه صغير في السن، يا ثني يا ربع، بصح يفوت القنطار في الميزه. صح، واليوم اللي راهم عندك هادو واش من الفاصيل؟ انا عندي سداس وعندي ربع. إيه؟ عندي ربع. شفنا سلعه ما شاء الله، الله يبارك. مينها اكزاكت هذه؟ هذه ما بين تيارت والبيض. تيارت والبيض، وين توصل السومة تاعها؟ هذه توصل عندك كيف تقول لنا زعما باش نعرفوا باش نشوفوا. كيما هذايا كيما هذا معطينا 12 ونص فيه. كيما هذا الله يبارك خويا، هذا تروح برا ما تلقاه كاع كيفش هذا. شحال قلت لي مانا؟ 12 ونص. 12 ونص يعني مازال مازال بيع تاعهم بعيد شويه ولا هدف؟ هذا ربيع سداسي ربع. هذا صح، شحال زعما يدير ميزان؟ هذا يفوت قنطه. الله يبارك. يعني 12 ونص مازال بعيد؟ مازال بعيد. صح، كيما سومه واحده اخرى كيما لك حل هذاك؟ الحل هذاك عطونا فيه 96 96 تاع ملايين و600. هذا سني يا مانيني، مازال بعيد ولا مازالت بعيده؟ شحال زعما يدير ميزان مانيني؟ يفوت 70 كيلو كيما راكم تسمعوا دائما، يفوت 70 كيلو. الله يبارك. كاين اقبال من طرف زبون مانيني ولا يجوا يساوموا برك؟ ما يشروش الشاري ما كاسنا ومانيني زعما يطيحوا؟ السؤال اللي طرحوا ألف ألف ما يطيحوش؟ ومانيني سوبوزون ما باعتهمش غدوه ليله العيد، حنا ما نقولوش تبيعهم تليكيديهم بالسومه ولا تبقى تستنى؟ تخليهم العام الجاي تحت شعار الزوالي ما يجريش. تحت شعار الزوالي ما يجريش السنه. مانيني قال لك نخليه العام الجاي يا يما. الله يبارك الله يبارك. كيما راك تشوف هذه الاضحيه يقول لك تفوت 70 كيلو. 70 كيلو كاين نوع سداسي، كاين تني، كاين رباعي. وراكم تشوفوا الزبون ما كاش. والزبون ما كاش، راهم يجوا يشوفوا يساوموا برك. هذا ما كان بيان سور كيفاش تاع 9 ملايين و600 ولا 12 مليون و500 ماشي حاجه سهله. نزيدوا نشوفوا عينه واحده اخرى. هذا كما كتشوفوا الموال يقول 8 ملايين و500، سوا 8 ملايين و500 اللي راكم تشوفوا دائما في الصوره. ودائما رانا بمارشي سانكوري بالحراش الجزائر العاصمه، مارشي معروف عبر ولايه الوطن، كل ولايه الوطن. ومن لوطر كوتي، من كوتي اللي مليك بلال، كوتي اللي مليك يقول 7 ملايين و500، يعني فرق بيناتهم مليون 10000 دينار. دائما منا الصوره منكم التعليق. هذا كيما هذا شحال يدير؟ حنا هكذا هذه السلعه بعناها ب 14 15. شحال دير ميزان؟ ما تفوتش هذه دير حتى القنطار وزياده. وهذا سني ربيع؟ هذا كاين السني عندنا. ها هو كاين هكذا، هذا ها هو ربع، هذا ربع، ها هو دور دور، هذا ربع، هذا ربع، وكاين اللي ثني يكسر من الماكله هنا.
من العلف. كاين اللي يكسر من العلف، هذا يدير حتى 14 ونص 15. اه والناس ربي يهديهم هذوك تاع 30 مليون وتاع كذا وتاع منا وتاع يا ودي مجرد خرافات. دوك انت يرحم والديك 30 مليون تجي زوج حبات ولا يعني كذا منا يشريها انسان اللي يعني عشاق. ما نقولوش ربي ساهل اللي عنده دراهم الله يسهل عليه، ما نحكوش على الناس هذو اللي يشري كبش ب 30 ولا ب 20 ولا ربي يسهل عليه الله يوفقه. خدم تعب عنده مؤسسه ولا عنده طابله ولا خباهم بالالفراك عام هو يحشر فيهم الله يعاونه الله يقدره. حنا رانا نخمو على الناس هادو اللي مساكن اللي ما قدرش يشري كبش تاع 4 ملايين. انا نتاسف نبكي والله داخليا نبكي. ورينا هذا هذا اون باس الكاميرا هذا هذا شو الله يبارك هذا هاوليك هذا بعناه هاوليك هاوليك الرقم تاع تاع الماتريكول تاع الاخر تاع تاع الانسان يجي مولاه يديه. حنا عندنا نخدمو ريغلومونتير نخدموا ريغلومونتير مع يعني المشتري تاعنا مع الزبون ولا مع إيه مع الزبون ولا مع مؤسسه وطنيه ولا مؤسسه تاع خواص. عندنا نديروا لهم هذه العلامه تاعهم من بعد نطلقوه في وسط المبيوعين. عندنا الكونطابل تاعنا اللي يشد لي بون واللي يشد مثلا العربون ويعني السومه يعطوا لي يعطي له بون شحال تبقى يكتب شحال يفرسي فهمتني. نقدروا حتى نرفلوه له للدار ما يجيش هذاك الانسان يخلينا رقم الهاتف تاعو. عندنا هنايا وسيله تاع النقل كاين هنا عندنا اللي يخدموا في بالكرارس تاعهم تاع النقل نبعتوه له للدار ويجي ويبعث لنا دراهم على نقول لهم من المنبر الخاص نقول لهم صحه عيدكم كل عام انتم بخير وإن شاء الله ربي ينزل علينا الرحمة ويبعد علينا هذا الوباء ونطلب إن شاء الله من هذه الناس يعني اللي يعني نقولوا ما نقولوش يعني لا بأس ماديا ولا لا بأس يعني في عندهم الرحمة يشوفوا للناس زواولا هذوما خاطر ماشي واحد فرحان واحد يبكي.